حاجة كويسة أوي. احنا بدأنا بقالنا أسبوعين شغالين، الحمد لله دخلنا دلوقتي التصفية الأخيرة آخر يومين دولت. اللعيبة لعيبة كويسة جدا، السن الصغير جامد أوي، يعني بقالنا 3 سنين ما عملناش اختبارات، العدد كان مهول أوي. في مواهب كويسة أوي الحمد لله خدناها، وإن شاء الله بإذن الله هيبقوا إضافة لينا بإذن الله الفترة اللي جاية. لا بسم الله ما شاء الله، مصر حاجة كويسة أوي فيها المواهب كبيرة، بس عاوزين الناس اللي هي تتعب شوية وتطلعهم. يعني احنا بقالنا 2 أو 3 سنين ما بنعملش اختبارات، دي كانت عاملة لنا مشكلة في القطاع. لكن الفترة ديت لا، في مواهب والسن صغير موهوبين، يعني أول 2015 حاجة تفرح. يعني بدأنا الاختبارات يعني من يوم 16/6، بنستقبل الأولاد من الساعة 6:30 الصبح، بنقسمهم مراحل سنية ومجاميع، بعد كده كل مجموعة وكل عمر سني بيخش لوحده في ملاعب، في كل ملعب لجنة بتختار الأولاد المميزين، وبعد كده الأولاد اللي بيقع عليهم الاختيار بيتم يمدوا استمارات ويتأيدوا معانا، وفي تصفية بعد كده مع الفرق الموجودة إن شاء الله. هو إن شاء الله في تصفية نهائية بتبقى مع الفرق نفسها الموجودة عندنا عشان نختار نقارن بينهم وبين الفرق، دي بتبقى طبعا وجهة نظر فنية بحتة، كل مدرب بيشوف فريقه مع الأولاد اللي جم التصفيات النهائية بتاعت الاختبارات، بعد كده بيحدد المميز فيهم اللي هيكمل معانا إن شاء الله، يعني ربنا يوفق كل اللي اختبروا إن شاء الله. إحنا دورنا بنلبس بنستقبل اللعيب من بره، بنبتدي ننظمه، بعد كده بنلبسه القميص ونرقمه وننزله على اللجنه على طول بيختبر. بعد الاختبار دورنا برضو بناخده، بعد ما يخلص الاختبار بناخد اللعيب نخرجه بره لحد ما والده يستلمه، وبنرجع نكمل شغلنا في المجاميع تاني. واحنا كل مرحله هنا ليها ملعب معين بناخده من الكابتن المسؤول، وبنحدد على قد تحديده بنعمله بحيث ان يبقى كل سن ليه ملعب معين وليه مساحه معينه بيشتغل عليها اللعيب. يعني على قد ما نقدر ان ولي الامر اللي هو داخل جاي بابنه، في ناس بتيجي من سفر وناس بتيجي من مشاوير طويله جدا، فاحنا على قد ما بنقدر برضو بنحاول على قد ما نريح الناس. الناس برضو في ناس مسؤوله عن الولاد دي تكون عندها متوفر لها جوه ميه، بنجهز لهم ثلاجتهم، على قد ما بنقدر بنحاول اليوم يعدي ان شاء الله ما يبقاش في اي مشكله. ده بالنسبه لشغل التنظيم بره وتوزيع الملاعب بقمصان القميص اللي الولد بيلبسه دوت، كل يوم لازم القمصان دي ترجع بتتغسل ان الولد تاني يوم يبقى الحاجه نظيفه. على قد ما نقدر بنخلي الشكل العام للمكان، لان احنا النادي الاهلي لازم نبقى مميزين عن اي حد. اقبال كبير جدا على اختبارات النادي الاهلي، وده اللي فيدل على ان الرغبه الاولى لدى يعني عند معظم اللعيبه في مصر رغبتهم الاولى النادي الاهلي. طبعا احنا وصلنا للمرحله الثالثه من الاختبارات، طبعا عندنا معايير في اختيار اللعيبه بتفرق من مرحله سنيه للتانيه. يعني طبعا بعد تشكيل قطاع الناشئين طبعا بكادر الكابتن خالد بيبو، القطاع بيشهد طبعا في عهده طفره كبيره جدا، هيتم الاولاد هيتم تصفيه تانيه مع الفرق بتاعتهم، وكل مدير فني هو اللي هيكون قائم على الموضوع ده. يعني